السلام عليكم. سوق الاثنين، سوق زكوطة. اليوم الاثنين، اليوم 6 شهر 5 6 ماي شهر ماي 2024. هذه 12 نيشان، حرارة 20. وهذا السوق على اليسار، قيادة هي هذه، كاين القيادة وكاين الدار وكاين الجماعة. سوق عامر تبارك الله. المدرسة الجماعاتية فاطمة الفهرية على اليمين، من هنا كاينة 23 حتى سيدي قاسم، راه مكتوبة في البلاكة. الفيراج وخلي مخلي الباب محلول، الله يعطينا العقل. هاد الناس جاو لهنا شجيرة بخير وعلى خير، طبعا مدكش دارت الزريعة.
هز البصله. كم يوض البصله؟ ولكن البصله اليوم دافعه في السوق، دافعه مزيان لدرجه انه وصل 16 ريال 20 ريال الكيلو، درهم الكيلو بالورق ديالها بالحق. البيضه، البصله البيضه، ولكن فنه. ربطه فيها 10 ديال الرباطي الصغار، حزمه كبيره فيها 10 ديال الربطات ب 9 درهم 8 درهم، وقال لي يقدر كاع من بعد يقدروا يهبطوا حتى ل 5 درهم. المهم راه في الفيديو، راه ماشي جرى في الفيديو، تشوفوها في الفيديو. زوينة هاد 80، دايرين البلاكة ديال 80 هنا، حتى جات الأرض هنا مدقدقة. هنا راه ما تمشي حتى بالربعين، هنا مدقدقة هادي مزيان. تبيع الطواجن هنا، يدخل الوليلي. هذه الطريق ديال الوليلي، هي هذه على اليمين، يبغى يمشي الوليلي. حنا نكملوا الطريق لمولاي ادريس،
الطريق د عين الجمعه. توريست كي يرتاحوا كيجيو لي توريست لهنا بزاف. المولاي ادريس، مولاي ادريس هو وليدي. مولاي ادريس الزرهون بلاصة الطاكسيات. هذا وقف هنا ولا يمشي يرجع بيا، رجع لعندي اللور. سيري ولا هنا الدار ديال صاحبي، يا هادي الدار ديالو. ولا ادريس بلاصه الكفته. الزرهون